20 دقيقة الأولى من هذا الشوط الثاني الوضعية صعبة. جيريمي بتنفيذ مخالفة صعبة. شوف المكاسب المراقبة الفردية اللصيقة على اللاعبين، كثير من اللاعبين الكاميرونيين متحررين. حداري 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 يا عبد السلام يا بن عبد الله. صعبة الكرة توتانغ من هناك الجهة اليسرى. حبين يلعبون كما يشاؤون الدلتا. أوه الهدف الثاني، أوه الهدف الثاني من مركوي، هدف رائع جدا فعلا. متحررين اللاعبين الكاميرونيين في الهجوم، المراقبة الفردية ما هيش موجودة. شوف القائم الثاني مارك فوي، زاوية مغلقة يضيف الهدف الثاني لصالح منتخب الكاميرون بعد مرور 22 دقيقة. لعب الكاميرون هدفان المنتخب الجزائري. قوة كبيرة عند اللاعبين الكاميرونيين فرديا وجماعيا. كنا نقول قبل انطلاقة المباراة بأن المنتخب الكاميروني يوجد في أحسن حال في هذه السنة مع المدرب الفرنسي بيير لوشونت، يوجد في أحسن حال. خسر مباراة واحدة، ما عندوش مشاكل على غرار ما كان يحدث له في كل مرة لما كان يلعب منافسات مثل هذه. اليوم يبرهن بعد 25 دقيقة لعب بأنه فعلا فريق قوي عنده فرديات كبيرة جدا. والفريق الجزائري الاختبار هذا اللي كنا نتوقعه وننتظره، الاختبار الصعب في مباراة واحدة، ماذا يمكن أن يفعل؟ لحد الآن بعد 25 دقيقة لعب هو منهزم بهدفين مقابل صفر. المباراة لم تنتهي بعد رد